مرحبا شباب، في هذه الحلقة سنقدم لكم شرح لأهم الخطوات التي ستحتاجها إلى فرمطة هاتف جالاكسي نوت 9 الجديد. الهاتف رغم أنه يتوفر على مواصفات قوية ورائعة، إلا أن ذلك لا يمنع من أنه قد يحدث به بعض المشاكل المتعلقة بالسوفتوير، مثل تشنج النظام أو في حالة كنت ترغب بفرمطة هاتفك بعد نسيان كلمة المرور. طبعا أنا لا أقصد هنا قفل البصمة أو ما شبه ذلك، أنا أقصد قفل الهاتف بالطريقة العادية عن طريق باترن أو كلمة المرور. فإذا نسيت باسورد الهاتف فقد ستضطر إلى فرمطته لتجاوز القفل. هذا الأمر سيؤدي بالتأكيد إلى فقدان بياناتك الشخصية من الهاتف. للإشارة توجد طرق أخرى لتجاوز قفل الهاتف، ولكن إذا كنت ترغب بعمل هارد ريسيت لهاتفك فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جميع البيانات بالهاتف سيتم حذفها. أمر آخر جد مهم يجب أن تنتبه إليه قبل البدء بأي خطوة، والذي سيكلفك الكثير، هو حماية الـ FRP أو الـ RMM، والتي في الغالب يتجاهلها كل من يرغب بفرمطة هاتفه، ليجد نفسه في الأخير مطالبا بتجاوز حماية الـ FRP عن طريق إدخال حساب الجيميل المستخدم في الهاتف. هذه الخاصية هي بمثابة حماية لبياناتك في حالة ما إذا تمت سرقة هاتفك. لكن في حالة ما كنت قد نسيت حساب الجيميل الذي تستخدمه في هاتفك، فستجد نفسك مضطرا للبحث عن حلول لتجاوز حماية الـ FRP. وفي الغالب في مثل هذه الهواتف الجديدة تكون الحماية متقدمة، لذلك سيكون الأمر مكلفا للبحث عن ثغرة لتجاوز الحماية بها. هذا الأمر سبق وأن تطرقنا له في مجموعة من الحلقات على قناة تقنيات، ولذلك أنصحك بمشاهدتها حتى تتمكن من عمل هارد ريسيت لهاتفك بدون الوقوع في أي مشاكل. من بين هذه الحلقات ستجد شرح خاص بكيفية تعطيل حماية قفل FRP، وأيضا طريقة التأكد من أن هذه الحماية معطلة فعلا أم لا قبل أن تقوم بفرمطة هاتفك. رابط هذه الحلقة ستجده في صندوق الوصف أسفل الفيديو، أو يمكنك الضغط على عنوان الحلقة الذي يظهر لك الآن في أعلى الفيديو. إذن كما شاهدتم معنا قدمنا مجموعة من النصائح الهامة قبل البدء في عمل الهارد ريسيت للهاتف. فطريقة فرمطة هاتف النوت 9 أو أي هاتف آخر جد سهلة، لكن الأمر الصعب هو أن تقوم بتنفيذ هذه الطريقة بدون أن تعلم نتائجها التي قد تكون في الغالب سلبية، خاصة إذا كان سعر هاتفك باهظ الثمن. فمن الطبيعي أن تكون تكلفة تجاوز حماية قفل FRP عليه مكلفة، ولهذا يجب أن تتقيد بالنصائح السابقة، وهي ألا تقوم بفرمطة هاتفك إذا كانت به بياناتك الشخصية جد مهمة، وأيضا لا تقوم بفرمطة هاتفك إذا نسيت حساب الجيميل الخاص به حتى لا تجد نفسك أمام مشكلة تجاوز قفل الحماية. إذن نمر الآن إلى شرح كيفية عمل هارد ريسيت لهاتف جالاكسي نوت 9. في البداية قم بإيقاف تشغيل الهاتف، بعد ذلك قم بالضغط في نفس الوقت بشكل مطول على زر رفع الصوت وزر البيكس باي ثم زر تشغيل الهاتف. استمر بالضغط على هذه الأزرار إلى أن يظهر لك شعار سامسونج. الآن عندما تظهر لك صورة الأندرويد بهذا الشكل مع عبارة نو كوموند، قم فقط بالنقر على شاشة الهاتف لتظهر لك واجهة الريكوفري مود. الآن يمكنك من خلال هذه الواجهة استعمال أزرار الصوت للانتقال بين الخيارات. توجه إلى خيار الويب داتا فاكتوري ريسيت، ثم اضغط عليه من خلال زر تشغيل الهاتف. في الواجهة الموالية اختر Yes Delete All User Data، ثم اضغط على زر التشغيل. الآن اختر Robot System Now لإعادة تشغيل الهاتف، ثم اضغط مرة أخرى على زر التشغيل. عملية إعادة تشغيل الهاتف ستأخذ منك بعض الوقت، وذلك من أجل جمع جميع ملفات النظام. في الأخير بعد تشغيل الهاتف سيطلب منك الاتصال بشبكة الأنترنت وإدخال حساب الجيميل الذي كنت تستخدمه في الهاتف من قبل، وذلك لتجاوز قفل الحماية. أو سيتم تشغيل الهاتف بشكل عادي في حالة لم تكن تستخدم من قبل أي حساب جيميل. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم، حيث قدمنا لكم أهم النصائح التي يجب أن تأخذها بمحمل الجد قبل فرمطة هاتفك الأندرويد، وأيضا طريقة فرمطة هاتف جالاكسي نوت 9 الجديد. أتمنى أن يكون الشرح مفيد وكاف لتقوم بفرمطة هاتفك بدون مشاكل. إذا أعجبك الشرح فلا تتردد في دعمنا من خلال عمل لايك للفيديو، مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم، والضغط على زر سبسكرايب للاشتراك بقناة تقنيات. دمتم في أمان الله.